بكم من جديد على قناة انفيزيت ماني اونلاين. شكرا ل10500 مشترك. في الفيديو ده معانا مراجعة لموقع استثمار لعملة الدوكوين، يعتبر هو تعدين لعملة الدوكوين. الموقع اسمه دوجي كرو. الموقع ده بقاله 4 ايام شغال وبيدفع، مفيش اي مشاكل في السحب. طبعا الموقع دي بنبدأ نستفاد منها، الموقع دي بتفضل لمدة 3 شهور او اكتر على حسب الموقع. طبعا الموقع دي احنا بنستفاد منها ونبدأ نستثمر فيها ونروج للموقع. الموقع ده ليه 6 خطط استثمارية: خطة البيجنر، خطة البيزي، خطة الستاندر، خطة البروفيسنال، خطة الانتر بريسس، وخطة البلاتينيوم. طبعا كل خطة وليها عائد الربح بتاعها وليها الحد الادنى للاستثمار. يعني مثلا خطة الستاندر الحد الادنى للاستثمار فيها 500 دوكوين، لحد الاقصى 999 دوكوين. هنا الموقع بيديك 4%، الافليت 5 ومدتها 30 يوم. خطة البيزك بتديك 4.17%، الحد الادنى للاستثمار 10,000 والحد الاقصى 24,999، بيديك افليت على الاحالة 6%، مدتها برضو 30 يوم. خطة الستاندر الحد الأدنى للاستثمار فيها 25,000 دوكوين، الحد الأقصى 49,999. هنا بيديك عائد 4.33%، الأفليت 7، وهنا المدة 30 يوم. خطة البروفيشنال بتديك من 4.67، هنا الحد الأدنى للاستثمار 50,000، هنا الحد الأقصى للاستثمار 249,999 دوكوين، مدتها 30 يوم. خطة الانتر بريسس الحد الادنى للاستثمار فيها 250,000، الحد الاقصى 499,999 الف. بيديك هنا الكوميشن على الاحالة 9%. طبعا هنا بيديك كل يوم عائد ربح بيوصل 5%، مدتها 30 يوم. واخر خطة، خطة البلاتينيوم، بتديك عائد ربح بيصل ل 5.33%، الحد الأدنى للاستثمار في الخطة 500,000 دوكوين، حد الأقصى للاستثمار 2,000,000 دوكوين، دي مدتها 30 يوم. طبعا أنا لو هستثمر في الموقع ده هستثمر من الخطة الأولى لحد الخطة الثالثة، وطبعا كل واحد وعلى حسب الاستثمار بتاعه. الموقع بقى له 4 ايام شغال، مسجل فيه 3,505، الاكتف اكاونت 100,228. هنا الوزدرو في الموقع 76,379 دوكوين. دي اخر سحبات واخر ادعاءات، اخر ادعاء ب1,000 دوكوين، اخر سحب من الموقع 686 دوكوين. احنا هنعمل سحب في الموقع. طبعا احنا عملنا ادعاء في الخطة الاولى بقيمة 700 دوكوين. طريقة التسجيل في الموقع: بضغط على كلمة كرييت اكاونت، ببدأ انشئ حساب في موقع دوجي كرو. هنا بكتب اليوزر نيم بتاعي، هنا الايميل، هنا الباسورد، هنا بعيد الباسورد. بعد كده هنا بسجل عنوان ادرس الدوكوين اللي انا هسحب عليه. بعد كده بضغط على كلمة اي اجري اللي انا موافق على شروط، وبضغط على كلمة كرييت اكاونت. بعد كده بضغط على كلمة لوجن اكاونت من هنا، بكتب هنا عنوان الادرس الوالد بتاعتي والباسورد، وبضغط على كلمة لوجن. بيبدأ هنا ينقلني على صفحة الداشبورد. موقع طبعا بسيط جدا وليه كذا ميزة في الموقع. طبعا هنا لو نزلنا تحت بنلاقي هنا فوست، ببدأ اضغط عليه. هنا بيديك فري فوست، يعني هنا اداني 0.1 من عملة الدوكوين، دخلوا في البالانس هنا، تمام. طريقة الإيداع: بضغط على كلمة ديبوزيت سناو من هنا، ببدأ هنا استثمر كحد أدنى للاستثمار. طبعا الحد الأدنى للاستثمار في الموقع 500 دوكوين. طبعا كل خطة وليها الحد الأدنى للاستثمار فيها. أنا مثلا لو هستثمر بعملة الدوكوين بختار عملة الدوكوين من تحت، وهنا بكتب الكمية أو البلان اللي أنا هستثمر فيها. أنا مثلا هكتب 500 دوكوين، يبقى هستثمر في البلان الاول. خلاص هو هنا حدد لي البلان الاول. انا مثلا لو هستثمر في البلان الثاني هكتب هنا 1,000 دوكوين، دخلني هنا في البلان الثاني، تمام. ولو زودت اكتر من كده هدخل في البلان الثالث وهكذا. انا مثلا هستثمر بعملة الدوكوين
بضغط هنا سيلكت على عملة الدوكوين واكتب الكمية اللي انا هستثمرها. مثلا هستثمر 500 دوكوين، يبقى بضغط على كلمة سيلكت على العملة اللي انا هستثمر بيها، تمام، وبضغط على كلمة ميك اديبوزيت على طول. مباشرة هنا بيقول لك بليز ويت، انتظر، بيديك هنا عنوان ادرس بترسل عليه الكمية اللي انت حددتها في البلان الاول. مثلا هنا باخد كوبي هنا، خدت العنوان الادرس هنا، ببدأ ارسله من المحفظة بتاعتي، بضغط على كلمة سند من هنا، طبعا بعد معلم على عملة الدوكوين، بكتب هنا العنوان الادرس اللي انا هرسل عليه، بعد كده الكمية اللي انا هرسلها مثلا 500 دوكوين، تمام، واضغط على كلمة سند من هنا. طبعا هو بيقول لي انا هاخد في منك 1 دوكوين، طبعا انا ما عنديش رصيد كفاية، تمام. ببدأ هنا اسحب من رصيد حسابي في المحفظة وببدأ اودع في الموقع. دي طريقة الايداع. طبعا بعد الايداع بتضغط على كلمة ديبوزيتس، تمام، او الهيستوري، تمام، ترانساكشن من هنا، بيبدأ هنا يبين لك الايداع بتاعك. مثلا انا عامل ايداع بقيمة 700 دوكوين، هنا ظاهر لي ال 700 دوكوين اهو، تمام. هنا الخطة شغالة، الخطة شغالة في الاستثمار. انا معايا هنا في البالانس 57. طريقة السحب بضغط على كلمة ويزدرو من هنا، طبعا انا هسحب على المحفظة دي، تمام، بدخل العنوان المحفظة بتاعتي، باخد العنوان المحفظة كده كوبي. طبعا العنوان ده انت اللي انت مسجله في الموقع في البداية هنا. خلوا بالكم برضو اللي هو بياخد فيه 2 دوكوين، يعني مثلا لازم يكون الرصيد اعلى من 50 دوكوين، حوالي مثلا 57. انا هسحب 57 دوكوين، تمام، وهضغط على كلمة ريكوست. بعد ما اختار عملة الدوكوين هضغط على كلمة ريكوست من هنا، على طول هيتم السحب. انا هيوصل لي 55 روبل زي ما هنا شايفين، وزدرو بيد، خلاص تم السحب من الموقع زي ما هنا شايفين. لو احنا رحنا على عملنا ريلود بس للصفحة كده، هتلاقي هنا السحب خلاص، البالانس اهو، تمام، والسحب لسه ما وصلش. اول ما يوصل السحب طبعا هيوصل على المحفظة زي ما شايفين، تم السحب خلاص، هو في البندج هنا، تمام. وصل السحب 55 دوكوين بتاريخ النهاردة اهو 3/7. موقع جميل جدا للاستثمار، طبعا تقدر تكسب منه كتير من عملة الدوكوين. هنا طريقة اللي انت تجيب حالة من الموقع، بتضغط على كلمة affiliate program من هنا، تمام، بتلاقي هنا رابط الحالة، بتبدأ هنا تروج للموقع. انا طبعا في يور بلان بيعرفك هنا البلانات اللي في الموقع، تمام، تمام، هنا البلان اللي انت مستثمر فيه، تمام، والليفل بتاعك في الخطة بتاعتك. هنا في الديك جيم، دي برضو لعبة، بس نبعد عن الالعاب دي لانها هي يعني فيها يعني نسبة حرام، فاحنا نبعد عن الالعاب دي. وهنا اللاك جيم برضو، في دي لعبة تانية، هي يعتبر العاب برضو، دي بتختار تيكت معين وبتختار من هنا مثلا، تمام، وبتضغط على كلمة اوبن من هنا. طبعا هو هيسحب منك 100 دوكوين، هضغط على كلمة اوبن من هنا، هنا اداني 5 دوكوين، تمام، انا كسبت مثلا 5 دوكوين. لو رحت على رصيد حسابي، طبعا بعد اما انا سحبت كان 0، لو احنا رحنا على رصيد الحساب من هنا فوق هتلاقي هنا 5 دوكوين. من كلمة سيتنج هنا بتبدأ هنا تعدل بياناتك، تمام، سواء هتغير الباسورد او هتغير عنوان الادرس، تمام. طريقة الترويج للموقع، بتضغط على كلمة بونتي من هنا وتبدأ تروج للموقع وتكسب من البونص. طبعا هو عامل هنا اللي انت لو عملت ريفيو على قناتك على اليوتيوب بتاخد من 100 دوكوين ل 50,000 دوكوين
على حسب جودة الفيديو، على حسب نسبة المشاهدة، وعلى حسب الناس اللي مسجلة معاك ومستثمرة في الموقع. طبعا هنا بتسيب اللينك بتاعك وبتضغط على كلمة انتر نيو فيديو، هو لما بيراجع الريفيو بتاعك بيبدأ يديك البونص على رصيد حسابك في الموقع. طبعا دي كلها تقدر برضو تروج للموقع عن طريق الفيديوهات بتاعتك. كل فيديو بيحقق نسبة مشاهدة اللي هو طالبها منك، هنا بتبدأ هنا يديك البونص على رصيد حسابك. طبعا الريفيو بيتم خلال ال 24 ساعة. الموقع ده موقع دوجي جرو، من المواقع اللي احنا نقدر نستفاد منها ونقدر نحقق ارباح منها كويسة من عملة الدوكوين. احنا هنا هنشوف السحب وصل وتم، انا لسه في البندنج. لو احنا رحنا على كلمة الاكتيفيت من هنا اكتيفيتي، هتلاقي هنا لسه السحب في البندنج، لكن هنا طالما هنا وصل السحب يبقى خلاص هيتم الايداع في المحفظة. موقع دوجي جرو من المواقع المهمة والممتازة جدا للاستثمار لعملة الدوكوين. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.